من ابرز الاخبار سواء بقى العربيه او العالميه، ننتقل لبلد اخرى، بلد حبيبه بالنسبه لنا، دوله الامارات العربيه المتحده اللي بتحتفل النهارده باليوم الوطني. ولعل احتفالات هذا العام هتكون اكثر تميزا واهميه. شفنا قبل كده احتفالات كتيره جدا بتقوم بها الامارات العربيه المتحده، ولكن احتفال هذا العام هيكون بالنسبه لليوبيل الذهبي على تاسيس الامارات، وهتشهد كافه امارات الدوله، كل الامارات المختلفه، اماره ابو ظبي، الاماره طبعا دبي، عجمان، كل هذه الامارات هتكون طبعا بتسلط الضوء على مسير التطور وإنجازات الدولة خلال الخمسين عاما الماضية. طبعا أمور كتيرة جدا بنشوفها في الإمارات العربية المتحدة، ولكن شيء هام جدا النهاردة يكون يعني كمان مش احتفال باليوم الوطني فقط، ولكن احتفالا باليوبيل الذهبي. أعتقد صحيح. مناسبتين في آن واحد، يعني في آن واحد. وعايز تسافر الإمارات يا غانم، سافر دايما في التوقيت ده. ده توقيت الاحتفال دايما بعيد الإمارات، وغير كمان أنه الاحتفال باليوبيل الذهبي، لا هو كل سنة في التوقيت ده تلاقي البلد بتفرح، تلاقي البلد بتسعد، تلاقي البلد كده عارف زينة في كل مكان، واحتفالات في كل مكان، وأضواء ومهرجانات. فعلا أحلى توقيت الناس ممكن تسافر فيه الإمارات، أبو ظبي، دبي، زي ما غانم بيقول، عجمان، الشارقة، العين. كل إمارة كمان لها طباع ويعني تضاريس مختلفة وكالتشرز مختلفة وثقافات مختلفة، فبتفاجئي سواء من هنا لهنا، وكمان المسافات بينهم قريبة جدا. بالضبط كده، فعشان كده يعني الإمارات كلها بتسعد وبتحتفل، وبنقول لهم كل سنة وهم طيبين، ودايما كده في ازدهار ونجاحات. نروح مع